سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، كنا بالأمس تكلمنا على أن حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. وأن أفضل الأعمال هي ذكر الله، وذكر الله يكون باللسان وبالقلب. فإن ذكرت الله باللسان وكان القلب غافلا، لا يجعلنك هذا الأمر تترك ذكر اللسان لعدم حضور القلب، ولكن عليك أن تستمر في ذكر اللسان مع غفلة القلب، حتى يمن الله عليك سبحانه وتعالى بذكر اللسان مع ذكر القلب، أي مع اليقظة. ثم ترتقي بعد ذلك إلى حال الحضور مع المذكور، فتذكر الله بلسانك وقلبك كأنه حضر في قلبك سبحانه. ثم ترتقي بعد ذلك إلى ذكر مع الغيب عما سوى المذكور، فتغيب حسك في المعنى، فلا ترى ولا تشعر ولا تذكر إلا بالله. فهذه كلها أسباب الرقي وأسباب حياة القلب، فالقلب حياته في ذكر الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكر الله سبب حياة القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فذكر الله سبب حياة القلوب. فلما تكلم على سبب حياة القلب ناسب أن يذكر بعد ذلك أسباب موت القلب، وهذه هي موضوع الحكم التي سوف نذكرها اليوم. فذكر علامات حياة القلب وعلامات موت. لما ذكر سبب حياة القلب وهو ذكر الله، بدأ يذكر لك أسباب وعلامات حياة القلب وموت القلب. فقال رضي الله عنه سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلت من مع وجود الزلات. انت عايز تشوف قلبك ميت ولا لا؟ من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، أي من الطاعات، وترك الندم على ما فعلت من وجود الزلات. سبب موت القلب ثلاث حاجات ببساطة كده، العلماء جمعوها عشان ما تسحش كتير. عارف الطلبة اللي يحبوا يعملوا برشام عشان يفتكر كل نقطة يوم ما يخش الامتحان، ما تفتوش ولا عنصر من عناصر السؤال، وإلا لو ذكر عنصر واحد وملى بيه صفحات كثيرة ياخد ربع الإجابة ثلث الإجابة مهما ملى صفحات، لأنه ترك أشياء أخرى. فلازم تعرف الموضوع على بعضه. إيه أسباب موت القلب؟ ثلاث حاجات احفظهم، وعكسهم هي أسباب حياته. كويس؟ حب الدنيا والغفلة عن ذكر الله وانشغال الجوارح بالمعاصي. حب الدنيا والغفلة عن ذكر الله وانشغال الجوارح بالمعاصي. ثاني، حب الدنيا والغفلة عن ذكر الله وانشغال الجوارح بالمعاصي. دي حاجات قاتلة للقلب. يبقى أسباب حياة القلب عكس حب الدنيا
الزهد فيها، وعكس الغفلة عن ذكر الله مداومة ذكر الله، وعكس انشغال الجوارح بالمعاصي انشغال الجوارح بالطاعات. سهل سهلة، بس المهم تبقى سلوك، مش سهلة انك انت تحفظها وبعدين بعد كده تمشي في الدنيا زي ما كنت ماشي على حل شعر، ما يلقش، عيب، ده انت شبت، بص في المراية، ولو ما كنتش شبت في ناس ماتوا قبل ما يشيبوا، فالحق نفسك. والشيب بيعتبروه نذير الموت، وقد جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقيل النذير في هذه الآية هو الشيب نذير الموت، وقيل النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والاثنين نذير. فالرسول بلغ لك كيف تصل إلى الله، ثم جاءك الشيب يبلغ أنك قاربت أن تقابل الله عز وجل. حياة القلب، سبب حياة القلب الزهد في الدنيا ومداومة ذكر الله ومصاحبة الأولياء، لأن مصاحبة الأولياء هتشغل الجوارح في طاعة الله، لأن لو شغلت نفسك في طاعة الله دون مصاحبة الأولياء قد يلتبس عليك الطاعة فتصير معصية من حيث لا تدري، فتصير الطاعة فيها العبر، فتصير هي عين البعد، أو تصير الطاعة لطلب الشهرة والخصوصية فتصير هي عين الحجاب. ولكن من صحابة الأولياء يبصرونك بعيوب نفسك، فتصير طاعتك طاعة لله لا لنفسك، ولا لطلب الحظوظ ولا لطلب الكرامات ولا الخصوصيات ولا غير ذلك. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، لا يريدون شيء سوى وجه الله، لا يريدون الخصوصية ولا الكرامة ولا الدنيا ولا حتى الحور العين، مقام عالي. طيب، يبقى عرفنا احنا سبب موت القلب. سبب موت القلب حب الدنيا والغفلة عن ذكر الله وانشغال الجوارح بالمعاصي. طب ايه العلامات اللي تبان بقى في الانسان؟ الاعراض، اعراض موت القلب، هي دي الحكمة. فالحكمة تبين اعراض موت القلب، الاعراض الشكاوى التي يستشعرها الانسان الذي قلبه قد مات. يبقى عنده ايه؟ جزاكم الله. بلغنا الخبر ان بكرة ان شاء الله رمضان، متمم لرمضان، يعني بكرة من رمضان، بكرة 30 من شهر رمضان، فهنصوم بكرة ان شاء الله، نوينا صيام غدا من شهر رمضان، ونبقى نصلي ان شاء الله بقية التراويح بعد الدرس ان شاء الله كالمعتاد، وهيبقى عندنا تهجد بالليل برضو، وبكرة بعد صلاة العشاء نبقى نحيي ليلة العيد بإذن الله. فبيقول لك ايه بقى؟ من علامات موت القلب. يبقى عرفت اسباب الموت، اسباب الموت زي ما اقول لك ان اسباب مثلا التهاب اللوزتين هي الميكروبات السفحية التي تعيش في اللوزة فتعمل التهاب وارتفاع في الحرارة. الارتفاع الحرارة وتكسير الجسم وصعوبة البلع دي الاعراض بقى اللي بيها تعرف انك انت عندك اللوز، تقوم تبتدي تاخد العلاج. طب انا عايز انا اعرف بقى دلوقتي انا بقى قلبي ميت ولا قلبي بيطلع في الروح، ولا قلبي في مرض الموت، ولا قلبي في اليقظة، ولا قلبي بين البنين، وما سمي القلب إلا لتقلبه. فجاب لك العلامات. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، يعني ما تندمش على اللي فاتك من التعاصي. شاكرين شيخ أحمد، كل عام وانتم بخير. وترك الندم على ما فعلت مع وجود من وجود الزلات. وتحط عليها واحدة ثالثة بقى، وصحبة الغافلين الأموات.
بحب قوي شلة الأنس والجلجلة بتاعة النادي والقهوة والغرزة والعالم اللي متعرفش ربها، دي هي دي اللي بتجد نفسك معاه، تبقى ميت زيه، لأن الميت يأنس بالأموات والحي يأنس بالأحياء. الميت ما بيقدرش يعيش بين الأحياء، يعيش في المقبرة في وسط الأموات، لا يطيق أن يعيش في وسط الأحياء، والأحياء لا يطيقون أن يعيشون مع الأموات. تقدر أنت وأنت حي كده تخش قبر؟ ما تستحملش. فلو قلبك حي تشوف الغافلين دي هي المقبرة، ما تستحملش تقعد معاه. يبقى من علامات موت القلب ترك الندم على ما فاتك من الطاعات، ترك الندم على ما فاتك من الطاعات، يعني ترك الحزن، يعني مش حزنان ومش ندمان ولا زعلان على ما فعلت من الزلات مع صحبة الغافلين الأموات. يبقى المطلوب منك بالعربي كده انك تتوب الى الله عشان قلبك يعيش، يرجع تاني يعيش، وتفوقه وتشممه حاجة كده يقوم يفوق بدل ما يطلع في الروح ويموت. تجيب شوية نشادر كده ولا شوية لور اتير ولا بتاع ولا حاجة ريحتها نفاذة علشان تفوقه كده. تعمل ايه؟ تندم على ما فاتك من الطاعات فتنشط لفعل الطاعات عشان تعوض ما فاتك، يدب فيك النشاط بقى والإقبال على الطاعة. لأن تقول ده أنا فاتني 40 سنة، يا خبر أبيض. تصور أنت مثلا لو بتصلي كل يوم ركعتين وفاتك شهر ما عملتش فيهم الركعتين دول، يبقى فاتك كام ركعة؟ 60 ركعة، ده ركعتين بس. ولو مرت عليك سنة اضرب 60 في 12، لو مر عليك 10 سنين اضربهم في 10 20 سنة، بحيث ما تستطيعش انك انت تعوم، ما ركعتين ما ياخدوش في ايدك 5 دقايق، لكن لما يمر عليهم سنوات تتركهم، تلاقي نفسك فاتك جبال من الطاعات كانت تثمر في القلب جبال من المعارف دون ان تدري. انت لو كل يوم بس هتستغفر 100 مرة، بس 100 مرة في الشهر، ب3000 مرة في السنة، اضرب في 10 سنين تضرب، تلاقي ارقام ما تعرفش تقراها. لما تيجي تنظر انك انت فاتك الحاجات الخير دي كلها ومعرفتش تعملها، تقوم يدب فيك النشاط انك انت عايز بقى تعوض اللي فات، فتترك تندم على ما فاتك وتنشط لفعل الطاعة، وبعدين تبتدي لا تستأنس بالناس، تستوحش. لما تجلس مع أهل الغفلة تستوحش، أنت في جو وهو في جو، هو بيفكر أين يذهب هذا المساء وأنت بتفكر كيف تحيي قلبك مع الله، فبقت الوجهة مختلفة، ده رايح عنوان وأنت رايح عنوان تاني، فتلاقي نفسك اديته ظهرك ومشيت، وأنت مدي ظهرك للأموات حتى توجه للأحياء، فلا تجد أمامك إلا الأولياء، فتصاحب الأولياء ليعينوك على الطاعة ويعرفوك بعيوب نفسك ويفقهوك كيف تعبد الله وتصل إليه، فيحيا القلب من جديد بعدما كان قد مات. فهمت؟ فمن علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات. يعني انا هقول لك حاجه، ناس كتير يقول لك ازاي احفظ القران؟ صعب قوي، صعب، لان ما عندكش همه. انت لو عندك همه هتحفظ. انت بقالك كم سنه بتصلي التراويح؟ يقول لك انا بقالي 20 سنة بتصلي التراويح. طيب لو كل سنه حفظت جزء بس في ال20 سنة دي، كان زمانك حفظت 20 جزء. كل سنه خلص رمضان تقعد تحفظ جزء واحد من القرآن استعدادا للصلاة به في تراويح رمضان اللي جاي. جزء في السنة ده بقى سهل خالص تحفظ، تيجي رمضان اللي بعده تحفظ جزء تاني، يجي لك رمضان بعديه بقيت بتصلي بجزئين،
الرمضان الثالث بقيت بتصلي بثلاث اجزاء، 20 رمضان بقيت بتصلي ب20 جزء، 30 رمضان حفظنا القرآن سهل. لكن الناس اتعلمت التنبلة، يفتح المصحف ويحط قدامه بالحامل الله أكبر يقرا الجورنال، يقعد كده 100 سنة وما حفظت ولا آية، في حين ان هو لو كان نشأ نفسه بالنظام كان يحفظ كثير. عمرك كتير، عمرك كتير في تفاصيل حياتك لو نظرت ليه في لحظات الحياة اللي هي عبادة الوقت تحس انه طويل، لكن لما تبص عليه من ورا اللي فات تحس انه قصير قوي. يا ده احنا كنا لسه يا دوب صايمين اول يوم في رمضان. لكن احسب كده، انت لما اجتهدت في الطاعة في رمضان وصليت كل يوم 20 ركعة تراويح في 30 يوم ب600 ركعة تراويح، تعرف تلمهم دلوقتي؟ لكن انت ما صليتهم 20 كل يوم ما حسيتش بيه. لكن تيجي في اخر يوم تقول يا ده انا فاتتني التراويح طول الشهر، انا حصل النهارده الليله دي جبت 600 ركعه. ما تعرفش، ما تعرفش، هي بعد 100 ركعه هيشيلوك على النقال مش هتستحق. طيب انت عود نفسك ان مفيش حاجه اسمها اقرا قران من المصحف جوه الصلاه. انا شيخ علمني كده، دي بدعه. قراءة القرآن من المصحف داخل الصلاة بدعة، وإن كانت جائزة. بدعة جائزة، الصلاة صحيح، أنا ما بقولكش إنها صلاة باطلة. بس بدعة لم يعرفها السلف الصالح، السلف الصالح كان يصلي باللي حفظه. كويس؟ فأنت توطد نفسك، أنت راجل قدامك إن شاء الله 12 شهر رمضان الجاي. طول ال 12 شهر دي مفيش حاجة اسمها أقعد أقرأ قرآن أختم كده زي البغبغان. لا. مراجعة للي كنت حافظه ونسيته. كل اللي أنت كنت حافظه ونسيته شغلتك في ال 12 شهر دول تستردهم تاني، لو كنت حافظ وناسي. ولو ما كنتش حافظ أصلاً شغلتك تحفظ جزء واحد. من أي حتة في القرآن احفظ جزء واحد. واقعد عيد وزيد فيه طول السنه لحد ما يجي رمضان تبقى فيه بربان، يبقى زي الفتح. وما تخافش انك تصلي بالناس وتغلط ويردوك. ما ايه يعني ما يردوك؟ وانت عايز المدح من الناس؟ احنا قايلين اللي عامل حسابه مدح الناس ده هو ده بيعمل للناس. ايه يعني ما يردوك يعني؟ والخطا في القران مش مشكله انك نسيت ايه يعني والناس ردوك، يعني ايه ما يردوك؟ ربنا بيكملك بيهم، احمد ربك ان ربنا وقف لك واحد وراك كملك. وقال لك حاجه خلاك ايه؟ تمشي بعد ما كنت واقف اداك زقه البطاريه دار. تكره لما العربيه بتاعتك تعطل، واحد يديك زقه وتمشي تكره؟ كان تقول له شكرا. فكل ما تيجي تتقدم امام تروح قاري السور اللي انت حافظها القديمه اللي كنت حافظها وانت في الحضانه. والسور اللي انت حافظها خايف لحسن تقع في بحر، ما تقع في بحر ايه يعني؟ يا اما هتلاقي واحد من وراك ينقذك فيردك ويصلحك، يا اما ما تلاقيش حد خالص فقول الله اكبر واركع وانتهينا، وبعد الصلاه اعرف ان الحته دي انت ضعيف فيها راجعها تاني، ما يجراش حاجه. واعرف نقصك، تتكشف قدام نفسك وقدام الناس. الناس دي ولا حاجه، ايه يعني؟ الناس دول زيك ضعاف لا يملكوا لنفسهم نفع ولا ضر فضلا عن ان يملكوا ليك انت نفع وضر، فما تفرقش. فهمت؟ فانت تشتغل تحفظ طول السنه، وكل ما يتيسر ليك تصلي امام بالناس صلي باللي انت بتحفظ فيه. هي كده امتحان شافه عشان تختبر نفسك وتحط نفسك قدام الواقع، هل انت فعلا حافظ صح؟ ما يمكن بتنطق كلمه غلط تلاقي واحد ورا يروح مصححها لك، يمكن كنت بتقرا كلمه بالتشكيل غلط. واذ ابتلى ابراهيم ربه مثلا، انت حافظها كده فواقف انت بقى راجل كده الله اكبر، واذا ابتلى ابراهيم ربه، فالراجل يقول لك ايه ورا؟ واذا ابتلى ابراهيم ربه، فهمت ان ربه هنا هو الفاعل، هو اللي ابتلى ابراهيم، وابراهيم هنا مفعول به مقدم، ربنا هو اللي ابتلى ابراهيم، فالابتلاء وقع على ابراهيم، فاللي وقع عليه الفعل هو المفعول به، واللي قام بالفعل هو الفاعل، فاللي قام بفعل الابتلاء هو الله. فيبقى انت استفدت ولا ما استفدتش؟ لو ما كنت صليت بالآية دي كنت هتفضل تحفظها 20 سنة غلط.
وقال الذين أضلانا من الجن. يقول لك وراء اللذين، يبقى عرفت على طول انك انت بتقراها غلط، تقول الذين وهي اللذين. استفدت ولا ما استفدتش؟ يبقى انت لما تيجي شغلتك يبقى انت الوقت لما تعرف انك انت كنت ممكن تقسم القرآن جزء كل سنة وتصلي بيه في رمضان التراويح بتاعتك، تندم على ما فاتك من عدم حفظ القرآن ولا ما تندمش؟ كان ميسر ولا مش ميسر؟ ده جزء في السنة، ده يا خبر ابيض، يعني يمكن آية كل في اليوم، آية في اليوم دي سهلة. لكن انت اللي بتحفظه بتنساه ليه؟ لان تحفظ بره الصلاة، تيجي تخش في الصلاة تصلي بايه؟ بقوله الله واحد، إن أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله فتح، وبتقولها من كثرة التكرار مع فقدان المعنى المراد به، مع إن برضه هي فيها سر عظيم. هذه السوء دي فيها سر عظيم، يقول والله واحد تلت القرآن، لكن من كثرة تكرارك لها بغير تدبر تطير الصلاة آلية ما فيهاش معنى، فتفقد مضمونها. فهمت؟ لكن أما تصلي باللي أنت حافظه ده بيعينك على إنك تبقى مركز، تقوم تطرد الوساوس، عايز تركز تفتكر الآية، لأن أنت راجل لسه جديد في الحفظ، فيبقى ده يعينك على الحضور مع الله. تبطل بدعة القراية من المصحف في صلاة التراويح أرجوك، ودي كانت نصيحة شيخي من 20 سنة، وده كان دافع ليا أن أنا أحفظ القرآن. كانش عنده حاجة اسمها نحط المصحف على الحمل كده ونقرأ، مفيش دي. يقول لك هي جائزة فقها لكن ما تعملهاش، تسمع كلام شيخ، ما هو شيخك لما يقول لك حاجة والله انت حاجة بسيطة فاتتك تندم عليه. يعني الباشمهندس ابراهيم بساله الصبح كنت فين؟ قال لي انا كنت بحافظ بهجة من 12 سنة بيقروا جزء قرآن كل يوم ويختموا ليلة 27. فأنا قلت في نفسي يا ده لو كانوا من 12 سنة كل سنة بيحفظوا جزء، كانوا زمانهم قروا من نفسهم 12 جزء من حفظهم، صح ولا لا؟ كانت سهلة. لكن هم بقالهم 12 سنة بيقروا القرآن من المصحف، ولما لو مر عليهم 100 سنة برضه هيقروا من المصحف، يموتوا برضه مش حافظين، في حين ان اللي عمل لنفسه نظام. انا جالي هذا الخطر على فكرة وانت ما قلت لي، فانت تحفظ واللي تحفظه تصلي بيه، الناس تردك ترد، تغلط اغلط، صورتي هتتهز قدام ناس توظف تتهز، ايه يعني؟ ده هو ده عين المطلوب، ان صورتك تتهز قدام الناس عشان الناس ما يبقاش ليهم سعر عنك. ما هو الواحد اول ما يتهزق يفقد، يبقى فائد وما يهموش الناس، ما هو تهزق بقى، طالما تهزقت بقيت فائد بقى، ما انا عايزك تبقى فائد بقى، فائد مع الله يعني الناس ولا حاجة، ما تعمل لهمش وزن. الناس يقول لك ايه البس اللي يعجب الناس، لا البس اللي يرضي الله، لباس التقوى ذلك خير. المثل العامي ده مثل غلط، يقول لك البس اللي يعجب الناس وكل اللي يعجبك، كل الحلال والبس اللي يعجب الله، تأكل الحلال وتلبس التقوى. فهمت؟ لان الناس غلابة، الناس نفسهم غلابة، عايزين اللي ياخدوا بيدهم وانت منهم. فاللي مانع المقرئين انهم يقرأوا القرآن وبينسوه الأزهرية، سريين الأزهر ليه بينسوا القرآن؟ لأن لا يستعملون قرآنهم في الصلاة، يستعملوا في الامتحان، يجي قبل الامتحان لأنا نفسنا فيه، يقعد كده ويخش يروح متآيل آيتين ويروح قافل، بعد ما يتخرج بعشرين سنة تيجي تقول له سمع الصورة ما يعرفش نت، مع إنه بيصلي بالناس وبيخطم الجمعة كل أسبوع خطيب وعمة، لكن مش حافظ القرآن. ليه؟ لأنه تركه ما بيستعملوش في الصلاة، يقول لك أصل أنا لو صليت دي هغلط، ولو غلطت هتتهز صورتي قدام الناس، وأنا راجل واعي، يقول لك ده ما بيعرفش القرآن، طب ما تتهز يعني. ده هو ده عيني، هو أنت بتعمل للناس؟ ما تخليها تتهز، ده هو ده عين العلاج وعين الدواء. طب ده أنا ساعات أما بصلي للناس بالقرآن بصور أنا حافظها زي الفاتحة، وبعدين ابقى شغال كده الاقي نفسي بقى ايه يا سلام، ايه اتنفخ بقى، ايه الحلاوه دي، الايات بقى جميله وذهني حاضر معاها وبتاع، ابص الاقي ايه المدد يقف كان السلك اتقطع، الكلمه تبقى على لساني فجاه اختفت، ادور عليها هي طلقت في ملقط ما اعرفش راحت فين.
بتحزن عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لك انك انت مفتقر اليه في كل لحظة، وان الكلام ده مش جاي لك من ذهنك، ده جاي بمدد متصل من الله مستمر. مدد اول ما تنظر لنفسك تعجب يتقطع المدد، يقول لك طب خلي نفسك تديلك، فاول ما نفسك تديلك في نفسك فقران، تلاقي نفسك وقف ولا كأنك حفظت ولا سمعت ولا عارف حاجة خالص. ثم لما ترجع تقف تفتقر الى الله، يوم مفكرها لك. فان افتقرت الى الله اشد اقل شوية ساعات يذلك ما يفكرها لك حدا. ثم تقول ساعتها ايه؟ الله اكبر. وتب خلاص افتقرنا الى الله. فهمت؟ فتلاقي نفسك بتتربى، بتتربى بنفسك وبالناس. فالناس دول زي ما قلت لك صنفرة، قاعدين بيصنفروك ويوضبوك ويقيفوك عشان تقابل ربك نظيف. حلو، ربنا بيكملك بيهم وانت بتكمل بيهم. فيبقى سيبك بقى من الغفلات اللي كنت فيها. واظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم لازم تصلي على النبي 200 مرة. ازاي يا ابني تنام من غير ما تصلي على النبي 100 مرة؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من نسي الصلاة عليه أخطأ طريقه إلى الجنة. افتكر الحكاية دي. فين الصلاة على النبي يا ابني؟ تصلي على النبي 100 مرة الصبح، تصلي على النبي 100 مرة بالليل. تلاقي نفسك في الشهر بتصلي على النبي كام؟ الشهر الواحد 200 في 30 6000 صلاة على النبي. شفت العدد؟ من صلى على النبي 1000 صلاة براءة من النفاق وبراءة من النار. وانت كل شهر مش 1000، 6000. في السنة كام؟ ضيعت عليك كام في 6000؟ ضيعت عليك كام؟ مع ان الميت مرة صلاة على النبي في اليوم ما تاخدش في ايدك اقل من 3 دقايق يا مسكين. فضيعت انت عليك. ليه مش ندمان على موت قلبك يا ميت؟ ما هو لو ما ندمتش تبقى لسه ميت. فاول ما تعرف ان فاتتك حاجات كتيره مهمه زي دي، ابتدي بقى مد ايدك، ابتدي اشتغل. فتقوم اول ما تلاقي نفسك عايز تشتغل ووراك بقى وظائف، ما انت وراك مهنتك اللي ربنا اقامك فيها، ووراك طلبات جسمك محتاج تنام وتستريح وتاكل، وبعدين الفترات اللي بتبقى صاحي فيها نشيط بقى، لا عايز تليفون يضرب ولا عايز حد يزورك، فتبتدي لا تستأنس بالناس، تبتدي تستوحش الناس، لان عندك واجبات مشغول فيها. يا دوب انت بتفضى مثلا كل يوم من بعد المغرب لحد بعد العشاء بساعتين، وبعد كده عايز تنام عشان تصحى بدري تروح شغلك، فتلاقي نفسك في الوقت ده بدل ما انت بتفتح التلفزيون او تتكلم في التليفون او تنزل تقعد في النادي. ما هو النادي ده بدعه برضه، بدعه مكروهه وقد تحرم. النوادي دي بدعه مكروهه وقد تحرم. النوادي دي زي نادي الجزيره ونادي اليوبلس ونادي مش عارف ايه ونادي الشمس ونادي النيله اللي عندنا، كل الحاجات دي بدعه. ليه؟ لان المسلمين ما كانوش يعرفوا ان عندهم وقت اصلا يضيعوه في النوادي دي. ما نشاتش الا لما جه المستعمرين وقفلوا الكتاتين، فالناس بقت مخها قوي مش فاضي ما فيهوش حاجه. فاول ما يفضى مخه فاضي يعمل ايه؟ يقول لك اما انزل اقعد في النادي. لكن اجدادنا كانوا حافظين القران، اول ما يفضى يشتغل براباند على طول، شغال يجيب صورة ياسين، يجيب صورة الكهف، يجيب مش عارف ايه، ماسك السبحة، يصلي على النبي. انا كان ليا جدة شفتها، كانت ست كبيرة ماتت فوق ال 120 سنة، دي فقدت بصرها في الاخر. كانت عندها ايه؟ سبحة 1000، ما تنامش الا وتصلي على النبي الالف دي وتستغفر الله الالف وتقول لا اله الا الله الالف. كانت منورة كده، تشوفها منورة، مع انها كانت ضريرة فقدت بصرها بسبب كبر سنها. طب هات انت جدات اليومين دول بقى فاتحين التلفزيون يشوفوا المسلسلات يا عم، صح ولا لا؟ لكن دي لا كانت تعرف راديو ولا تعرف بتاع. كان الراديو يجي ايه؟ بتاع الاذاعه يقول السلام عليكم ورحمه الله، اللي هو في نشره الاخبار، تقول وعليكم السلام يا حبيبي انت جيت. تفتكر ايه؟ ابنها جه عايشه مع ذكر الله. لما الناس ماتت قلوبها وتركوا حفظ القرآن أصبح عندهم فراغ، فنشأ قدام هذا الفراغ إيه؟ إنشاء النوادي. يقوموا الستات يقعدوا مع بعض يفتدوا بعض، يقوموا يكثرت نسبة الطلاق، لأن كل ست تقعد مع الثانية في النادي
تلاقي دي جوزها جايب لها الحاجة الفلانية، ودي جوزها بيعملها بالطريقة العلانية، ودي جوزها شكله وجيه شوية، وهي جوزها مش عارف. تبتدي تقارن نفسها، تقارن نفسها، تقارن نفسها، تفصل على جوزها. فكل ستات النوادي أغلبهم بتحصل نسب الطلاق فيهم عالية، لدرجة تروح كده النادي تلاقي ترابيزة كده بتاعت المطلقات قاعدين مع بعض أو المخلوعات. دي حقيقة والله. أنا وأنا بروح، وأنا بقول لك بروح، بروح بس بروح أتصعد، مش بروح علشان أعرف. فالنوادي دي بدعة، مش الأغبياء بتوع اليومين دول نيجي نحيي ليلة العيد يقول لك دي بدعة. اعرف البدعة بقى يا غب. البدعة هي التي تبعدك عن الله، هي دي البدعة. هل قالوا ان النوادي بدعة؟ لو قالوا يبقى ليهم حق، لانها فعلا بدعة، لاهت الناس عن ذكر الله. انت بتفضى كل يوم ساعتين يا مسكين، اقعد احفظ فيهم شوية قرآن، راجع اللي انت حافظه، صلي على النبي 100 مرة، استغفر 100 مرة، قل لا اله الا الله 100 مرة، تفضل كتير قلبك زي الجل ونام. انما الوقت يفضل ساعتين دول يلم حاله ويروح على النادي يتفرج على الستات، يلاقي الستات احلى من مراته، عينه تزور. ما هي كده، ده اللي بيحصل ولا لا؟ اذا كان راجل طيب وعايز الحلال يتجوز على مراته، تقوم مراته الاولانيه تزعل، تقوم تطلب الخلع، يقوم العيال يتشرد. كل ده نشا ليه؟ كنت قعدت بزيت وخلصنا يا اخي، ما انت اللي عينك فرد. فهمت؟ يبقى قعده النوادي دي بدعه ولا مش بدعه؟ السينمات والمسارح دي بدعه ولا مش بدعه؟ المسلمين ما يعرفوش الكلام ده، المسلمين ما يفهموش الحاجات دي خالص، قعدوا مئات السنين ما يعرفوش الحاجات دي، لدرجه كان المسلمين ساعات يعرفوا مواقيت الصلاه ازاي بوردهم. اقرا كده في بعض كتب الصالحين يقول لك كان يعرف المسافه من الظهر للعصر انه يقرا فيها خمس اجزاء القران بطول. هو يخلص صلاه الظهر ويشتغل، خلص خمس اجزاء قران يقوم يدن العصر من غير ما يبص في الساعه. كان يظبطوا وقتهم كده. دي حقيقه. واقرا كتب اجدادك، ما دول اجدادنا، هم دول اجدادنا اللي خلفونا، كانت حياتهم كده. انما انت دلوقتي مسكين واقع في بدع كثيرة. التلفزيون بقى مسرح وسينما في كل بيت، والراديو كذلك. فاتلهيت، اتلهيت على وخدت على مشمك، فما بقتش عارف. عمرك اتسرق منك، عمرك فعلا اتسرق منك. كام سنة ضيعتها كنت ممكن تعمل جبال من أعمال الطاعات، كانت تثمر جبال الأحوال المرضية في القلوب، كنت بيها تصل إلى الله. وانت قاعد كل يوم تحجب نفسك، تحجب نفسك علشان ايه؟ بتقول يلا نقتل الوقت، يلا نجيب لب، تجيب لب وتنص قصب، ايه الاجرام؟ تضيع وقتك ده كله، يجيب كيلو لب وشريط بيبسي ولتر بيبسي كولا وكيس شيبسي ويقول النهارده هنعملها سهره. مش ده اللي بيحصل يا عم؟ طب ما تعملها سهره مع الله احلى، وتبطل بقى مسخره وفوق على نفسك. كل ده شعورك انك ندمت على اللي فات، دي دليل ان لسه قلبك ما زال ينبض بالطاعه. فهمت ازاي؟ الحق بقى وهو بينبض كده، دخله العنايه المركزه، شممه اكسجين الذكر قبل ما يتخنق ويروح في كيس. وذكر الله محتاج تخليه وتحليه، فالتخلية هي الاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تتخلى عن كل ما فعلته من المعاصي ومن الأخلاق الدنيئة بالاستغفار. ثم بعدما تخليت عن الاستغفار تتحلى بأخلاق النبوة، فتبدأ في الصلاة على النبي. لتتحلى بعدما تخليت عن صفاتك الدنيئة تتحلى بالصفات الكريمة اللي هي صفات النبي، فتبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحليت بصفات النبوة والأخلاق الكريمة بكثرة المواظبة على الصلاة على النبي، يبدأ يجي بقى إيه؟ إشراقات التجليات، فتصل إلى الله فتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل يوم تتفطاطي كده، كل يوم تستغفر 100 تتخلى.
وتصلي على النبي 100 تتحلى، وان تقول لا اله الا الله للتجلي، اي كيفيه اللي يعجبك. اذا ما كانش لك طريقه تلتزم طريقه شيخك، اذا كان لك طريقه، ما لكش طريقه اي صيغه تستسهلها على لسانك وتجد فيها حضور لقلبك اعمل. كتاب دلائل الخيرات ده كان موجود في كل بيوت المسلمين زمان، يعني انا وعلى الدنيا كنت كل يوم جمعه الاقي ابويا يجيب كتاب دلائل الخيرات ده كل يوم جمعه، يقعد بقى ايه يشتغل لحد ما يخلصه، ما يفتحوش الا يوم الجمعه بس لانه طول الاسبوع مشغول في شغل. فانت لما تواظب على الصلاه على النبي من كتاب دلائل الخيرات ولادك يورثوا، يعني احنا ورثنا حب الصلاه على النبي مين؟ شفنا ابائنا بيعملوا في كده، فجينا واحنا اطفال لحتى ما نعرفش اي حاجه، بقينا نفتح الكتاب اللي ابونا بيقرا فيه ده، ايه ده؟ فتلاقيه كله صلوات على النبي، تقعد تصلي على النبي، تقرا 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 تقرا، يزداد حبك لرسوله. جم الجماعه الوهابيه طلعوا لك نص كتاب دلائل الخيرات ده شرك، انا مش عارف ايه الشرك اللي فيها. انا مش عارف ايه الشرك ده، كله صلوات على النبي. لدرجه لو دخلت السعوديه الاراضي الحجازيه واكتشفوه معاك ياخدوه منك يصبروه كانه مثلا شافوا معاك ايه حته بانج ولا حته حشيش. سقفه سقفه، مع ان مكتوب على جدار المسجد النبوي. لحد دلوقتي اسماء النبي من كتاب دلائل الخيرات مكتوبه من اول ما تخش باب السلام كده في مربعات بني، واخد بالك؟ مكتوب اسماء النبي من كتاب دلائل الخيرات بالنص بترتيبها في الكتاب. قريتها لك يا احمد ولا لا؟ شفتها يا احمد؟ فاكرها؟ من كتاب دلائل الخيرات، في حين لو شاف معاك الكتاب يقول لك. انا مره واحد شافه معايا قلت له ما مكتوب على الحيطه، وتعالى الكتاب اهو شوف واهي شوف واهي شوف واهي سابني بالسطر مكتوب، مكتوب فيه 201 201 تقريبا اسمه. فيبقى عندك الكتب تبقى دي صديقتك، محتار انت تصلي على النبي تعمل ايه؟ هات كتاب دلائل الخيرات، استغفر 100 وافتح كتاب دلائل الخيرات اقعد اقرا فيه واقفله وقول لا اله الا الله لا اله الا الله 100 مره خلاص نفس. فهمت ازاي؟ واظب على كده، بجانب انك تراجع اللي كنت حافظه امبارح وتحفظ الجديد بتاع النهارده وتصلي بيهم. هتلاقي نفسك عندك شغل بقى، هتستوحش انك انت ايه؟ تقعد مع الناس وتستوحش القهوه، تبقى مش فاضي بقى. فيبقى ترجع بقى تلاقي نفسك ايه؟ ابتدت حياه قلبك تعيش معاك. ترجع تاني ايه؟ حي تاني بعد ما كنت هتموت. سيدنا عبد الله سيدنا رسول الله بيقول في الحديث من سرته حسناته